السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة العجب، مرحبا بكم في حلقة جديدة وشرح جديد لبرنامج جديد. برنامجنا لهذه الحلقة هو سوبر كوبي، وهو برنامج ينقل الملفات بسرعة خيالية جدا من جهاز الحاسوب إلى أجهزة أخرى أو في نفس الجهاز. الآن نمر إلى التحميل والشرح. نقوم بالدخول إلى موقع المدونة www.alajab.com، ثم ننزل إلى تدوينة برنامج سوبر كوبي، ثم نقول أكمل القراءة. هذا هو غلاف البرنامج. نبدأ عن البرنامج، ننقر داونلود للتحميل، ننتظر قليلا حتى ينتهي العد التنازلي، ثم ننقل باسيل انونس. حجم الملف صغير جدا، نصف ميجا بايت. نقوم بالضغط داونلود ثم ديماري. نتحصل على ملف بامتداد وينرار، نقوم بفتحه ثم ننقر مرتين على الملف ثم مرتين على السيت اب. نختار اللغة انجليش او فرنسي، ثم ننقر اوكي، ثم سويفونت، ثم سويفونت، بعد انتهاء التنصيب نقوم بالنقر فغمي. نقوم بنسخ احد الملفات، مثلا نذهب الى نسخ احد الملفات، مثلا هذا كوبي. كما نلاحظ سرعة كبيرة جدا تصل إلى 200% بالنسبة إلى نسخ الملفات. نقوم بعملية ثانية. الآن تعطينا عدة اختيارات، هنا الإزالة أو إعادة إلصاق الملف أو إعادة تسمية الملف أو المرور أو إلغاء العملية، وهناك مرحلة أخرى وهي إعادة استئناف العملية أو إيقافها لبعض الوقت. هذا كله ما لدينا عن هذا البرنامج. إلى هنا يكون شرحنا لهذه الحلقة قد انتهى. ندعوكم إخواننا إلى دعمنا على صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/alajab.ma، وعلى صفحتنا على تويتر twitter.com/alajab. ولا تنسوا إخواننا الاشتراك معنا على قناتنا على اليوتيوب وعمل سبسكرايب. نلقاكم في حلقة جديدة مع برنامج جديد. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.